بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. يقول ربي تبارك الذي نزل أي بيني سوا كيافي ديسمبر ست ريفيلاسيون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي. الفرقان هو الذي سيرنمو أو في الإنجليزية كريتيريوم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي. شوف ملاك الصيغة نبينا عليه الصلاة والسلام عبد وحبيب لله مش عبيد حبيب. اللي يبغضوا كلهم اللي يكتبوا اللي داروا بغضوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أشر الخلق إلا إذا تاكلوا فيخلوا لهم ما سبق. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي. ولماذا القصد هذا التنزيل هذا له قصد سنراه في الفيديو التالي إن شاء الله.